أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير للعام 2023. وفي جولة اليوم مليونية 7 فبراير التي انطلقت بمعظم ولايات السودان تحت شعار العدالة أولا، وأيضا وفاة سوداني في زلزال تركيا، وجولة السودان تلتقي بشقيقته، وأيضا الوقفة الاحتجاجية لمعلمي ولاية وسط دارفور أمام أمانة حكومة الولاية احتجاجا على اعتداء أحد أفراد الشرطة على الأستاذ عبد الحبيب نورين ووالي الولاية يخاطب الوقفة ويستلم المذكرة. وأيضا الأستاذ علي عبيد مدير المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين يعلق على تصريحات عضو مجلس السيادة ياسر العطا حول معالجة قضايا المعلم والتعليم. والصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العزيز يعلق على زيارة المبعوثين الدوليين التي يشهد السودان تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الروسي إلى البلاد، وهل تسهم هذه الزيارات في استقرار الوضع السياسي في البلاد. والأستاذ همرور حسين القيادي بشرق السودان وعضو اللجنة التحضيرية لورشة السلام شرق السودان يتحدث عن ترتيبات انعقاد ورشة سلام. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023. 6 مبعوثين دوليين يصلون السودان بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الروسي، ومحللون يعتبرون الزيارة تأتي في إطار التنافس الغربي الروسي في المنطقة. الحرية والتغيير ترفض مساعي وزارة الخارجية لفك تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي قبل توقيع الاتفاق النهائي. ورشة القاهرة تختتم أعمالها بإصدار وثيقة للتوافق السياسي ووثيقة حاكمة للفترة الانتقالية، وتعلن عن تشكيل تنسيقية للقوى الوطنية الديمقراطية. ورشة الحوار السوداني السوداني بالقاهرة تطالب بتشكيل سلطة مدنية كاملة ومجلس وزراء من مهنيين واستحداث منبر تفاوض لشرق السودان. استمرار الاستعدادات لورشة شرق السودان واللجنة العليا تواصل إعداد قائمة المدعوين. حماية الاتفاق الإطاري هو المخرج للأزمة وصمام الأمان لوحدة السودان ولا تراجع عنه مطلقا. شمس الدين كباشي الحل الجذري لقضية الأمن في البلاد يكمن في تكوين جيش واحد عبر الدمج الدعم السريع في الجيش وتنفيذ الترتيبات الأمنية. مباحثات في العاصمة الأثيوبية لفك تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وزيارة مرتقبة لمفوض الاتحاد الأفريقي. وفاة سوداني في زلزال تركيا، والسودان يرسل برقيات تعزية إلى رئيس تركيا وسوريا بشأن ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين. مقتل مواطن بمنطقة كتور 50 كيلو متر جنوب محلية طويلة بولاية شمال دارفور في عملية نهب مسلح من قبل أفراد من الميليشيات المسلحة. شكاوى من تزايد الانفلات الأمني في نيالة، ومعلم يعلن تعرضه للتهديد بالسلاح، وتاجر يكشف عن نهب مبالغ نقدية وممتلكات بمحله التجاري تحت تهديد السلاح. إصابة مواطن بطلق ناري في عملية نهب مسلح في سرف عمرة بولاية شمال دارفور. إصابة مواطن بالجروح في عملية نهب لعربة على طريق أبطة وزالنجيب بولاية وسط دارفور. معلمو ولاية وسط دارفور ينظمون موكبا إلى أمانة الحكومة في زالنجي تنديدا باعتداء ضابط شرطة على معلم، ووالي الولاية يؤكد وضع الضابط في الإيقاف ويوجه بنقل الضابط خارج الولاية. فتح طريق بورسودان كسل بعد إقلاق دام 6 أيام رفضا لمصانع مخلفات التعدين التي تستخدم السيانيد. مقتل مواطن في مطاردة لقوات مكافحة التهريب في كسلة، ومحتجون يتسببون في إلغاء ورشة نظمتها منظمة ألمانية في كسلة بسبب عدم دعوتهم. لجنة المعلمين تجدد اتهامها لوزارة المالية بالتنصل عن الاتفاق وتسويف سداد الحقوق وتتمسك باستمرار الإقلاق. حكومة ولاية جنوب دارفور تتسلم التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق في أحداث مناطق شمال شرق محلية بليل.
لجنة اعتصام ودعا التابعة لمحلية كلمندو بولاية شمال دارفور تقرر نقل الاعتصام إلى مقر أمانة حكومة شمال دارفور بالفاشر. لجان المقاومة تنظم موكبا في البرلمان يوم الاثنين وتعلن عن موكب إلى القصر الجمهوري يوم الأربعاء. حريق يلتهم 6 منازل في مدينة كلمندو بولاية شمال دارفور ويخلف خسائر في الممتلكات. لجنة اعتصام ودعا التابعة لمحلية كلمندو بولاية شمال دارفور تقرر استمرار الاعتصام وترفض مخرجات الاجتماع مع حكومة الولاية. منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة يونيسيف تحذر من استمرار ختان الإناث بالمناطق النائية في السودان. كان هذا الخبر الأخير من عناوين النشرة، وإلى اللقاء. مرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، والبداية من تركيا، حيث أعلن نائب رئيس الجالية ضياء الدين إبراهيم عن وفاة سوداني بمدينة ملاطيا إثر الزلزال الذي ضرب أجزاء واسعة من تركيا. لمعرفة المزيد حول وفاة السوداني، جولة السودان التقت بشقيقة المتوفي. مرحبا بك. هو ما بيدرس، هو مشى شغل أصلا يعني، بس الحاجة جات غلط يعني. الناس فكرت انه هو طالب، هو مهندس كهرباء اصلا وعنده فترة بتاع التدريب في مصنع 3 شهور في ملاطيا، ومشى نهاية شهر 12. فبس هو الزلزال بعد يعني فقدنا التواصل معه، وتواصلوا معنا ناس يعني في الشغل وكده، وقال انه الحمد لله يعني على كل حال يعني تلقى الجسمان يعني. ومتين حيجيب لكم الجسمان؟ ما معروف لسه والله، بس شغالين في الزلزال يعني. ما معروف متين يصل يعني، ما حدد وقت لسه. ممكن حيجي بإذن الله. ناس السفارة تواصلوا معكم؟ متواصلين تقريبا يعني، ما يعني مثل بيت يعني، إحنا ما كان سألنا برضو عن طريقهم يعني، هم عارفين تقريبا حاجة دي. الحمد لله على كل حال. الحمد لله، والله ربنا يتقبله. هو مع أخوك صغير طبعا، ما كبير يعني 25 سنة كده. حول الله حول الله، ربنا يتقبله إن شاء الله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الحمد لله، الله ربنا يتقبل شباب. الله أكبر يا رب العالمين، الله أكبر يا رب العالمين، دعوا لنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا يصبركم. الحمد لله الحمد لله، الله يخليك على كل حال. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. الله يخليك، شكرا أستاذ، الله يخليك. الله يسلمك، الله يبارك. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، والتي تأتيكم من راديو وتلفزيون دبنجا، حيث انطلقت اليوم مليونية 7 فبراير، والتي جاءت تحت شعار العدالة أولا، والتي نظمتها تنسيقيات ولاية الخرطوم والمتجهة إلى برلمان الشعب. جولة السودان كانت هناك واستطلعت عدد من الثوار، فلنتابع هذه الاستطلاعات. الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة السودانية، عجل الشفاء للجرحى والمصابين. اليوم في 7 فبراير مواصلين في درب النضال وفي سكتنا الثورية المليانة بمتاريس كثيرة تضع قدامنا السلطة الانقلابية منذ انقلاب 25 اكتوبر، لكن نحن مستمرين في المد الثوري على كل مستوى ولاية الخرطوم. حاليا في ولاية الخرطوم وبحري ومدرومان تحديدا في شارع الشهيد عبد العظيم، متجهين نحو البرلمان لتحقيق أهداف الثورة السودانية في الحرية والسلام والعدالة. وحكون مستمرين في كل شكل أدوات النضال السلمي، من اعتصامات، من مواكب، من غيره. وحنكون مستمرين في المواكب بتاعتنا الثورية، لأن هي بتمثل لنا الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وهي بتمثل الضغط الحقيقي على الإنقلابيين. 7.2 مليونية العدالة والإفلات من العقاب. طيب، إحنا قاعدين نقول عايزين نحول، ما عايزين المادة 130 المشنقة بس، لا، الناس اللي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في الشعب السوداني. عشان كده نحن عايزين المادة 186. المادة 186 بتاعنا شنو؟ هي المادة بتاعت الجرائم ضد الإنسانية. لذلك قررنا نحول
المجرمين ديل للمادة 186، لا شراكة ولا مساومة ولا تفاوض، تسقط بس 7-2. نفذت لجنة معلمي ولاية وسط دارفور اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مبنى أمانة الحكومة استنكارا للاعتداء الذي تعرض له الأستاذ عبد الحبيب نورين من مدرسة المنارة الابتدائية الخاصة، وتم تسليم مذكرة لوالي ولاية وسط دارفور الأستاذ سعد آدم بابكر. جولة السودان كانت هناك وأجرت استطلاع مع عدد من المعلمين. سيف الدين عبد الله هارون، أمين الإعلامي للجنة المعلمين ولاية وسط دارفور. اليوم خرجنا وقفة احتجاجية وقدمنا مذكرة للسيد والي ولاية وسط دارفور التي تتضمن من داخل مذكرة 3 مطالب، منها محاسبة الفورية لجانها 3 تتكرر تلك هذه السلوك التي لا تشبه رجل الشرطة، 2 ودحت لكل من تسولت له نفسه لقيام تلك الأفعال البشعة التي حزت أرجاء ولاية وسط دارفور، 3 اتخاذ تدابير وتطبيق القوانين لحماية المعلمين والمعلمات ولاية وسط دارفور. ونحن كمعلمين متضامنين تماما جدا مع أستاذنا الحبيب نورين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ يوسف أبكر عمر، عضو لجنة معلمين ولاية وسط دارفور. قمنا اليوم الثلاثاء بوقفة احتجاجية للاعتداء اللي تعرض له الأستاذ عبد الحبيب نورين من مدرسة المنارة الابتدائية الخاصة، وقمنا بتسليم مذكرة لوالي ولاية وسط دارفور. نحن ندين ونسجب الاعتداء اللي تعرض له الأستاذ عبد الحبيب، وكلنا أستاذ عبد الحبيب. هذا الاعتداء هي اعتداء لكل مدرس في السودان تم رفعها. ونبقى في تداعيات الوقفة الاحتجاجية التي نفذها معلمو ولاية وسط دارفور، حيث شكر والي ولاية وسط دارفور الأستاذ سعد آدم بابكر المعلمين على الوقفة، وقال إنه فور سماعه خبر الاعتداء اتصل بمدير الشرطة بالولاية واستنكر التصرف الذي بدر من أحد أفراد الشرطة، مضيف أن مدير الشرطة استنكر بدوره الاعتداء، وقال الوالي إنه بلغ مدير الشرطة أن الفرد الذي اعتدى على المعلم غير مرغوب فيه في الولاية ويجب أن يغادر الولاية. المزيد في حديث والي الولاية الذي خاطب الوقفة الاحتجاجية لمعلمي ولاية وسط دارفور. أول حاجة نحن بنشكركم على هذه الوقفة، لأنه بنفتكر أنه كل الشعارات اللي أنتم رافعينها الآن دي هي شعارات تعزز مقام المعلم، ونحن كلنا اشتغلنا معلمين. أنا اللي قدامكم ده سنة 80 كنت معلم قبل ما أشتغل ضابط إداري وقبل ما أخش الجامعة، ولذلك إحنا أكثر ناس بنعرف قدسية التعليم. وأي زول يعني كل الشعراء وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيلقبوه بالمعلم. إحنا نقتنع تماما بأن التعليم مهنة مقدسة، ونؤكد تماما بأن التعليم يجب أن لا يمس بمثل هذه الأفعال. حقيقة هذا التصرف الحصل أنا عرفته في لحظة، وأنا طوالي ضربت لمدير الشرطة وطالبت قبل ما أنتوا تصلوا مدير الشرطة وتتكلموا. أنا وصلت المعلومة وتكلمت مباشرة مع مدير الشرطة اللي هو صلاح، قلت لي هذا السلوك أنتوا كشرطة ما بيشبهكم، وهذا السلوك نحن نرفضه تماما، خاصة في المدرسة. المدرسة دي حتة بتاعت يعني الناس بيقتدوا منها، الغدوة. الشيء الثاني أنا بتفق معاكم تماما إنه أستاذ عبد الحبيب هو رجل في مقام أبونا، بغض النظر عن إنه معلم، حتى لو ما كان معلم ذاته هو ذو سنه ما بتسمح إنه يهان بهذه الطريقة. ولذلك نحن يعني نشجب هذا العمل، والحاجة الشوية خلتنا إنه بعد كلامنا مع الشرطة هم كلهم بيستنكروا هذا العمل وقالوا ده تصرف
شخصي يتحمل مسؤوليته هو. ولذلك يعني شويه ريحونا لما قالوا تصر الشخص يتحمل مسؤوليته. انا قلت لهم حتى انا في الولايه دي ما عايزه، حتى في هذه الولايه انا ما عايزه. ولذلك اشرع في اجراءاتكم اللي بتمشي للنهايه، لانه احنا كلنا يعني ما في دول. شنو يعني زوج ده خاشي متاخر والاستاذ ضربه؟ شنو يعني؟ وشنو يعني يدي صوت؟ كل ده خمسة صوت يعني شنو؟ ما كلنا دقونا لما قلنا بس. لا كان ابونا بيجي ولا امنا بتجي ولا في دول بس. المعلم ده كان ابوك وامك وهو بيعرف مصلحتك. ولذلك يا جماعه التصرف ده والله حقيقه تصرف مشين، وتصرف نحن ما بيشبهنا. ونحن بكل الكلام اللي قلتوه معاكم غلبا وغالبا، نحن نجب هذا التصرف وندينه. وكل الكلام اللي انتم رفعتوه فيما يتعلق بمحاسبه الزول ده، الان المحاسبه تمت. وانا جبت سعاده العميد الطيب عشان يتاكد منه، بعد ما عرفت انكم جايين عشان يتاكد يا اخوي انتم حاسبتوا الزول ده ولا ما حاسبتوا، عشان احنا كلامنا للناس يكون واضح. طيب الشيء تم، هذا الرجل الان هو في الايغاف بنص مرتب. الحاجه الثانيه موقوف تماما عن العمل. الحاجه الثالثه تم فتح بلاغ، والبلاغ مشى النيابه. وانتم ذاتكم حق يكون عندكم جهه تتابع، ولو بقى دول قانوني افضل، لو بقى دول قانوني افضل من انتم تتابعوا انتم. كويس، احنا حتى ان شاء الله نتحمل مسؤوليه الدور القانوني اللي بيجي يدافع عن هذا الزول، احنا كولايه بنتحمل مسؤوليته. طيب دي ليه؟ عشان نضمن اجراءات عادله ترضي كل القطاع بتاع المعلمين. وحاجه ثانيه يعني ترضينا نحن ذاتنا على اساس انه احنا بفكر هذه الاهانه، يعني اهانه مثل هرم من اهرامنا الاستاذ عبد الحبيب. اظن دول فاضل لهم من المعاش كم يعني؟ نظر معاش. طيب الدول ده نحن المفروض نكرمه مش نضربه، المفروض نحن نكرمه. لكن وقفتكم دي هي تكريم له، وقفتكم دي هي تكريم للتعليم وللمعلم. وعشان كده نحن وقفتكم دي كنا متوقعين انها ما الليله، كنا متوقعين انها قبل كم يوم. لكن الحمد لله في النهايه نحن معاكم قلبا وغالبا، ولحد ما تكتمل هذه الاجراءات ولحد ما تتم المحاسبه، وان شاء الله تكون محاسبه عادله. انا الرساله الثانيه اللي عايز اقولها، انا اتمنى انه هذا الحدث ما ياثر فينا نحن كمعلمين. تظل رساله التعليم غايمه، ويظل المعلم هو ام للمعلم وفي التبجيله، كاد المعلم ان يكون رسولا. الرساله دي تظل غايمه يا جماعه، ما ياثر فيكم هذا الحدث، نحن نعتبره حدث عارض وحدث ما ياثر على العمليه التعليميه. رساله ثالثه، احنا والله في وسط دارفور بنحتاج لكل جهد بتاع معلم حقيقه يعني، لانه نحن السنه اللي فاتت كلكم انتم قاعدين، النتيجه ظهرت احنا حقيقه ضايقتنا شديد، ودي لاولادنا واولادكم انتم ذاتكم. القضايا العادله اللي بتخرج عند المعلمين والتعليم نحن فيها اصلا ما عندنا مانع. والان نحن في ولايه دارفور من الولايات المتقدمه في استحقاقات المعلمين. احنا كولايه دارفور نفتخر بالحاجه دي، من الولايات المتقدمه في معالجه كل قضايا التعليم القادمه والفاتت. ولذلك احنا هذا التعاون وهذا العمل الطيب الحاصل بيننا وبينكم ان شاء الله يظل قائم ويكون ديدا. وكل القضايا اللي بتتعلق بالمعلمين وحياتهم نحن والله كلنا اذن صاغيه. وفي شأن آخر، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا اهتمام المجلس بمعالجة قضايا المعلم والتعليم، لافت إلى الخطوات العملية التي اتخذت لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية بالبلاد. المزيد حول هذه التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس السيادة ياسر العطا حول استحقاقات المعلمين وتطوير العملية التعليمية، جولة السودان التغت الأستاذ علي عبيد مدير المكتب التنفيذي للجنة المعلمين. مرحبا بك أستاذ. كنا البيان بتاع اللجنة اللي طلع اللي فيه الحاجة التوضيحية بأنه مجلس السيادة بعد ما التزم بسداد المتأخرات ودفع الفروقات و الحاجات الطالعة اللي تعتبر حقوق بالنسبة للمعلمين، صراحة في الاجتماع الأخير المسألة مشت في منحة تاني
اللي هو بالنسبة لفروقات الثلاثة شهور تاع تعديل الهيكل الراتبي، هم ذكروا بأنه حتى تنفيذه حيتم بعد شهر مارس ويتم عبر جدولة، يعني ربما تأخذ فترة طويلة جدا في تنفيذه. الحاجة الثانية حتى بالنسبة للفروقات اللي نتجت من تعديل بدل طبيعة العمل برضو ما تحدث عن التنفيذ الفوري، وإنما ربما تتم الجدولة برضو في فترات قادمة يعني، وقد تمتد الفترة. فلذلك نحن نعتبر أنه ده فيه تنصل من الاتفاق التم، لأنه كان الاتفاق التم المفروض يتم التنفيذ فورا. فكلمة فورا دي بتوحي بأنه المفروض الحقوق دي تدفع جملة واحدة وتدفع في فترة زمنية وجيزة، ولكن الأمور سارت بعد اللقاء الثاني في اتجاهات خلاف الشيء اللي تم الاتفاق عليه. أضف إلى ذلك أصلا هو بالنسبة للحد الأدنى ما تمت مناقشته، الحد الأدنى للأجور والصرف على التعليم ذات نفسه اللي كان تم الاتفاق عليه إنه 14.8 في الميزانية اللي طلعت، فوجينا بأنه التعليم كله مدينه 10%، وال10% دي على ما يبدو حتى هي خاصة بالتعليم العام والتعليم العالي يعني، وبالتالي ممكن الصرف على التعليم العالي يكون ضئيل جدا. فده نحن نعتبره أنه يعني مشي تم الاتفاق عليه ولا وجهة لحل القضية يعني. فلذلك اللجنة واصلت في تصعيدها واصلت في إغلاقها. فهو شوف بالنسبة لأن إحنا التصريحات البتيم يعني ما قبله كان في تصريح من مجلس السيادة بأنه يتم التنفيذ فورا، مش كده؟ نعم، ولكن على أرض الواقع التنفيذ الفوري ده ما تم. فبالتالي نحن أي تصريحات بتتم بدون ما يصاحبها تنفيذ على أرض الواقع بنعتبر إنه ده يعني تصريح للاستهلاك الاستعلاء يعني الإعلامي فقط، أو هي يعني محاولة لكسر شوكة المعلمين بأنه يرفعوا إضرابهم بس بوعود يعني. فلذلك نحن بقينا التصريحات اللي بتتم صراحة بدون ما يصحبها قرارات مكتوبة أو تنفيذ على أرض الواقع، ده نحن في لجنة المعلمين بالنسبة لنا ما بتمثل أصلا بادر بتاعت حل يعني. نعم الإضراب مستمر، نعم الإضراب مستمر، نحن إلى الآن معلنين الأسبوع بتاعنا ده اللي حينتهي يوم الخميس وطوالي حيتواصل الإضراب وتاني يطلع الجدول وهكذا، ونحن بنطلع جدولنا أسبوعي برضو لإبداء حسن النية للمخدم إنه في أي وقت تم الاتفاق وتم تنفيذ ما اتفق عليه الناس ممكن تصل لرفع الإضراب يعني. لكن خلاف ذلك طبعا مسألة مناقشة رفع الإضراب ده ما وارد بالنسبة لنا. وفي شأن آخر، قال الأستاذ شوقي عبد العزيز الصحفي والمحلل السياسي أن أعين العالم متجهة نحو السودان خوفا من الانزلاق لأي مزالق غير حميدة، وأن يتحول السودان مثل المناطق التي تجاوره كإفريقيا الوسطى وليبيا وتشاد، مضيف أن الزيارات التي يشهدها السودان من المبعوثين الدوليين والتي تزامنت مع زيارة وزير الخارجية الروسي إلى السودان تأتي كلها من أجل دفع العملية السياسية للأمام ومزيد من الاستقرار السياسي في السودان. نستمع للمزيد في حديث الأستاذ شوقي عبد العزيز حول زيارة المبعوثين الدوليين التي يشهدها السودان. الفكرة المبعوثين الأمميين طبعا هما الآن السودان هو منطقة في أعين العالم وأنظاروا عليها خوفا من أن ينزلق لأي مزالق غير حميدة وتتحول إلى بورة شبيهة بالمناطق الحوله في ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وغيرها من المناطق. فلذلك اهتمام كبير جدا من العالم الآن يجد السودان في هذه المرحلة. فهؤلاء المبعوثين يهمهم جدا دفع العملية السياسية للأمام وبعض المصالح التي تخص البلدان نفسها. فلذلك هم جاءوا سيأتوا لمناقشة رئيس مجلس السيادة على حدة ورئيس وقائد الدعم السريع، ثم سيجتمعوا معهم الاثنين في اجتماع واحد لدعم العملية السياسية والمضي بها إلى الأمام بخطوات عاجلة وسريعة كسبا للوقت. فهذه الزيارة هي تؤكد أن السودان ما زال هي منطقة مهمة للعالم، وأن الحلول السياسية فيه هو حلول مهمة يجب أن الناس يمشوا فيها للأمام مع حسابات الوقت خوفا من أي انزلاقات
ستكون هذه الزيارة، ومن الواضح جدا أنه أثرها سيكون واضح وكبير في وقت سريع وعاجل يعني. نعم أستاذ، يعني هذه الزيارات تزامنت يعني مع زيارة وزير الخارجية الروسي، هل ليه علاقة بما يجري في الحدود أو بما يجري بين الصراع، إن قلنا الصراع الأمريكي الروسي في الحدود ولا؟ نعم نعم بكل تأكيد هي لديها علاقات وارتباطات بعضها البعض، والكل نبحث عن مصالحه، وبالذات في منطقة البحر الأحمر هي الآن منطقة هامة جدا لكثير من دول العالم، تمثل الأمن قومي لكثير من الدول من بين إسرائيل والخليج وغيره، فلذلك هي الآن هذه الزيارة لا تخرج من هذا الإطار وهذا النطاق. الشيء الآخر اللي هو مصالح هذه الدول في منطقة الغرب السودان الشريط الغربي المحاد لتشاد ومحاد لكثير من الدول المجاورة للسودان فيها بعض الأزمات، ووجود قوات اتفاقنا روح هذه القوات هي مسألة لديها تأثيرات كبيرة جدا على الأمن القومي العالمي والأمن السوداني وهكذا، لذلك كل هذه الزيارة في كل هذه الملفات تناقش فيها. نعم أستاذ، إلى أي مدى يمكن يعني يستفيد السودان من هذه الزيارات، يعني زيارة المبعوثين وزيارة إلى أي مدى أو من المستفيد؟ يعني علينا أن نناقش ملفات اللي بتهمه، كما الدول دي بتناقش الملفات اللي بتهمها، فيجب أن المسؤولين يناقشوا مصالح السودان، ده مهم جدا. شكرا لك، الله يخليك. والآن ننتقل إلى شرق السودان مع القيادي همرور حسين، عضو اللجنة العليا لورش السلام شرق السودان، والذي أكد بدء التحضيرات لورش السلام شرق السودان من قبل الشركاء السودانيين واليونوتامس بتوجيه الدعوة لكل الفعاليات بشرق السودان للمشاركة في الورشة والمناقشة من أجل الخروج بمخرجات تخدم قضية إنسان شرق السودان. المزيد حول ترتيبات ورشة السلام شرق السودان في حديث القيادي بشرق السودان همرور حسين، عضو اللجنة التحضيرية لورشة السلام شرق السودان لبرنامج جولة السودان. مرحبا بك. ورشة سلام شرق السودان تكون في الأيام القادمة، وبدأت التحضيرات من قبل الشركاء السياسيين واليونيتامس اللي توجيه الدعوة لكل الفعالين في شرق السودان من أجل النقاش والخروج بمخرجات بتخدم الإغليم وإنسان. إن شاء الله حكون خلال الأيام القادمة، يعني ما تم تحديد زمن معين، لكن بدأت الإجراءات الأولية هي إعداد الأوراق وأمور ما شبه ذلك يعني. طيب في ظل اعتراض يعني قطاع معروف يعني اللي هو مجلس البيجا بجناحيه وبالإضافة لأطراف أخرى على الورشة، إلى أي مدى ممكن تكون مفيدة لحل مشكلة شرق السودان؟ والله طبعا يعني في ناس يعني للأسف شديد جدا يعني شرق السودان الآن الانغسامات الخاصة هي الهدف الأساسي كان من الخطوة الأولى بتاعت رفض مرشح الحرية والتغيير الوالي صالح عمار، هو اللي أشعل عزز لهؤلاء الرافضين للتحول المدني بأنه يكونوا معارضين يعني دائمين موجودين في 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 ساحة بعرضوا كل مقترح يدعو لمدنية الدولة. يعني الآن الناس ذي المجموعات اللي كانت عارضت اختيار الحرية والتغيير اختيار الوالي المدني ودفعت المجتمع الشرقاوي للتناحر والاقتتال رجعت مرة أخرى، والآن موجودة في الكتلة الديمقراطية وجزء من مفاوضات مصر الآن للأسف الشديد جدا. المسألة يعني صراحة كده انكشفت الآن لكل أبناء الشعب السوداني، أبناء الشعب السوداني والخاصة أبناء شرق السودان، يعني هؤلاء الذين يعرضون التحول المدني ما يسعوا من أجل مكاسب لأهل الشرق ولا مكاسب للدولة المدنية السودانية ولا للشعب السوداني. هم بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.